اسماعيلي. نعم. ما يكون من عارف القوم الذي حديث القوم. الأخ يسأل عن المقولة المشهورة: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. وهذه المقولة ليس لها أصل، أي أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين، ولكن ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيدا يتعلم لغة يهود وقال إني لا آمنهم. أمر زيدا يتعلم لغة يهود وقال إني لا آمنهم. وظهر المقولة السابقة أن الناس كلهم يتعلمون لغة العدو حتى يأمنوا شرهم، وهذا غير مراد. لم يتعلم لغة يهود طائفة من الناس لحاجة الدعوة ولحاجة الولاة ونحو ذلك، وكيف نأمر الناس الآن أن يتعلموا لغة يهود صغارا وكبارا ذكورا وإناثا وهم بعد لا يعرفون لغتهم ولا يعرفون لغة القرآن لغة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثك الرجل ولا تفهم ما يقول، وكلا الرجلين ينطقان باللغة العربية لكن المعاني أعجمية، ففي تأثر بالوافدين. ويطلق الأجنبي من الوافدين مقصود بها الكافر، فلا يصح تسمية الوافد المسلم بأجنبي، هذا ليس بأجنبي، الأجنبي الكافر. إذا من الضروري أن نحرص كل الحرص على تعلم اللغة العربية، فإن المستعمرين يسعون سعيا كبيرا لإبعاد المسلم عن لغته، ومن الخطط الغربية لإبعاد المسلمين عن دينهم إبعادهم عن لغتهم. يقول بعض قادة الغرب: إذا أبعدنا المسلم عن لغته أبعدنا عن القرآن، وإذا ابتعد عن القرآن استطعنا السيطرة عليه. فكما نحن الآن نريد أن نتعلم اللغة الأجنبية ونحن بعد ما احتمنا اللغة العربية ولا حفظنا على اللغة العربية، ولكن كما تقدم لا بأس بتعلم اللغة لفئة معينة في المجتمع. نعم.